طيب الله اوقاتكم واهلا ومرحبا بكم الى حلقه اليوم من كشك الصحافه والتي نبداها كالعاده بالعناوين. من صحيفة الأيام تنشر صور محتجون يرتدون ألبسة مميزة يغلقون شوارع سيئون. وفي موقع الجزيرة نت طلاب اليمن يقولون لا نجد طعاما فكيف لنا بشراء الكتب من السوق السوداء. ومن العربي بوست الصين في طريقها لإجبار الشعب على زيادة الإنجاب. أهلا بكم. لم تشهد اليمن حملة اعتقالات وأخفاء كما حدث في السنوات الأخيرة والتي تقوم بها ميليشيات الحوثي وفقا لموقع الصحوة نت، فقد تم رصد 16,000 حالة اعتقال واختطاف وأخفاء منذ أواخر العام 2014. وبحسب إحصائيات التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، فقد تصدرت ميليشيا الحوثي قائمة المنتهكين ب 15,979 حالة، وتم تسجيل 2599 في أمانة العاصمة وصنعاء 2223 وتعز 1425. وقال التقرير إن عائلات المحتجزين تعيش كابوسا لا ينتهي بعد اختفاء ذويهم قصرا على أيدي الميليشيا، والتي تجبر عوائل المختطفين في أغلب الحالات بالصمت أو التخويف ودفع مبالغ مالية من أجل معرفة أماكن اعتقالاتهم واللقاء بهم. في محافظة إب تقدم ميليشيا الحوثي نموذج حي يحاكي كيف تصبح المدن حين تحتلها ميليشيا. ونطالع من موقع المصدر أونلاين. الحوثيون في إب يؤجرون منشآت رياضية للموالين لهم مقابل مبالغ زهيدة. ويفيد الموقع صادرت سلطات الحوثيين في مدينة إب ممتلكات ومؤسسات تابعة للدولة، وذكرت المصادر أن قيادات من جماعة الحوثيين والسلطات المحلية قامت ببيع وتأجير ممتلكات وأراضي تابعة للمنشآت الرياضية في الاستاد الرياضي بمدينة إب. وقالت مصادر محلية بأن مدير عام الصالة الرياضية المغلقة المعين من قبل الحوثيين محمد عبده الوتر أجر لقيادي في ميليشيا الحوثي أرضية تابعة للاستاد الرياضي في منطقة صلبة السيد جوار الصالة المغلقة. وقالت المصادر إن قيمة الإيجار 400,000 ريال، ومنح المستأجر عامين دون مقابل وهو مبلغ زهيد مقارنة بالمكان الذي أعطي لإقامة مشاريع خاصة لا تعود رعيها إلى الرياضيين ولا يعرف مصيرها. وكان أحد المستثمرين عرض على السلطة المحلية استئجار الصالة مقابل 1,000,000 ريال شهريا لكنها رفضت. عامان اعتكفت خلالهما في قرية البعيدة خائفا أترقب كأي صحفي يمني لم يتمكن من الفرار إلى خارج البلد، فوضعته الأقدار في اليمن المنفي ضمن خيارات الموت المؤجل والبارود النائم في الأعيرة اليقظة هذه فقرة من مقال كتبه عيسى راشد ونشرته صحيفة السفير اللبنانية وجاء فيه: سافرت من صنعاء إلى الحديدة فراراً من الحرب التي هشمت قمريات البيت وانغرز زجاجها الملون في وسائد غرفة البيت وعلبة السكر. كنت مع ركاب آخرين فارين، ولقد لقينا من سفرنا هذا نصيبا. طريق التوائية على مدى 226 كيلومتراً. كانت هذه الطريق تستغرق 5 ساعات كحد أقصى ولألفي ريال. أما اليوم فصارت تحتاج لعشرين ساعة ولمبلغ مضاعف أجرة الباص. تستوقفك عشرات النقاط الأمنية، تسألك عن كل شيء حتى اسم الزوجة وفصيلة الدم. هنا مسلحون مدججون بكل شيء ما عدا الطيبة. صغار قاماتهم أقل من نصف متر من بنادقهم، كبار ملثمون ولا يتكلمون إلا لماما. البنادق هنا هي فقط من يتحدث إليك بطلاقة. كونك يمنيا في زمن الميليشيات السائبة والنقاط الأمنية التي تتربص بك على امتداد الطريق فأنت متهم جاهز. في الحل والترحال أنت مطلوب للعدالة بشكل أو بآخر. تطاردك دعوة جدك السبائي القديم الموثقة في القرآن الكريم، وتنتظرك بنادق مزيتة بالكراهية ونظرات الارتياب، تلك النظرات التي ترمقك شزراً من وراء الأديولوجيات المحنطة. كنت أبحث عن وطن بحده الأدنى، إلى تعز ثم عدن أزمات الرحيل. كانت تعز تتراءى لي بضوئها القليل المتوجس، نصف ساعة فقط ربما أقل،
مضافا إليها 200 ريال وأصير في رحابها الوشيكة. كان الواقع يقول ما لم تقله لي رؤى العين وأثير الفضائيات المنفية. أنا النازح الفقير إلى موطئ قدم في وطن، وأجيز علي أن أدفع 10,000 ريال وسبع ساعات لأدخل تعز كفاتح من يمن بعيد. المسافة من تعز إلى عدن لا تزيد عن 158 كيلو مترا. ها هي عدن نصب عيني. ها أنا أقف عند مدخلها من مصنع الحديد بانتظار تأشيرة الدخول. فزع أهالي حي المنزل بمدينة دمار الواقعة إلى جنوب العاصمة صنعاء لدى مشاهدة الطفل علي الحمي ذي 7 أعوام مضرجا بدمائه وعلى جسده أثار تعذيب وحشي. أسعف الطفل علي إلى مستشفى خاص قريب من مقر سكنه في منتصف يناير الجاري، ظل ينزف لساعات طويلة وهو في آخر أنفاسه حتى فارق الحياة وفقا لموقع المشاهد نت. العنف الأسري قتل الطفل علي، وقال الموقع إن الطبيب الذي استقبل علي قام بإبلاغ البحث الجنائي وتم القبض على زوجة الأب على الفور. المؤشرات الأولية توجه أصابع الاتهام إلى زوجة والد الطفل بارتكابها جريمة تعذيبه وقتله، لكنها اعترفت أولا ثم نفت مدعية أنه تعرض لحادث الصدام بدراجة نارية، فيما ذهبت الشكوك إلى اتهام شقيقتها المحتجزة في البحث الجنائي في دمار على خلفية اتهامها بقتل شقيقها. المؤسف أن الأجهزة الأمنية ما تزال عاجزة عن كشف الجاني رغم مرور شهر ونصف على حادثة علي أو حادثة قتل علي. ويقول محمد الماوري نائب مدير مكتب وزارة حقوق الإنسان في محافظة دمار: قمنا بزيارة إلى البحث الجنائي وسمعنا منهم تفاصيل التحقيقات، وننتظر وصول قرار الطبيب الشرعي لكي يتسنى للقضاء أن يقول كلمته. يعزو أخصائيو علم النفس سبب تزايد حوادث القتل والعنف القائم على النوع الاجتماعي في اليمن وبالذات العنف الموجه ضد الأطفال إلى تداعيات تفاقم الحرب المشتعلة في البلاد منذ نحو 4 أعوام. نشرت صحيفة الأيام العديدة من صور من أقدموا على قطع الطرقات وإشعال الحرائق في مدينة هادئة، وقد غطى من قطعوا الطرق وأشعلوا الإطارات وجوههم، وعنونت الصحيفة: غضب وعصيان مدني للمطالبة بتمكين قوات النخبة من وادي حضرموت. وقالت الصحيفة إن مدينة سيئون كبرى مدن وادي حضرموت والصحراء شهدت عصيانا مدنيا شاملا نظمه ما يعرف بشباب الغضب بالوادي. وأضافت صحيفة الأيام أنه وخلال حالة العصيان المدني تلك تم إغلاق معظم الشوارع الرئيسية بالحجارة والإطارات المشتعلة، مما أدى إلى توقف كل مظاهر الحياة بمدينة سيئون، كما توقفت مرافق العمل والإنتاج باستثناء طوارئ المياه والكهرباء والصحة. وأظهرت الصور التي نشرتها الأيام محتجين يرتدون ألبسة سوداء وأغطية وجوه من ذات اللون، وطالبوا بخروج القوات المسلحة الموجودة في وادي حضرموت وفقا للأيام. الروائي العربي المعروف واسين الأعرج يكتب في السياسة ويركز على ما يشهد العالم العربي اليوم وخاصة ما يحدث في الجزائر، ويقول واسيني في مقال تنشره القدس العربي: حالة بوتفليقة تختزل حالة الحاكم العربي، فقد رفض أن يكون ربع رئيس وفرض نفسه على المؤسسة العسكرية التي جاءت به وفعل ما شاء ومارس سلطانه بقوة. ابن النظام المدلل الذي اخترقه في سن مبكرة مباشرة بعد الاستقلال، وكان يعرف طبيعة النظام، كان أكثرهم ثقافة ويعرف جيدا الأمور التي يجب مسها وتلك الممنوعة عليه وتحتاج إلى وقت. وظن الجميع بعد انتخابه بحماسة جماهيرية خارقة في كبريات القاعة الرياضية بأن الجزائر حصلت أخيرا على رئيس سيتكلم بصراحة ويجادل حتى ولو كان متمركزا حول نفسه، لكن مع الزمن ظهر الكثير من عيوبه الخطيرة. القيمة لم تعد للأفضل ولكن لابن الجهة بل للحفرة الذي يقول نعم وينفذ ويحني رأسه. ومع ذلك فقد صمت الشعب واعتبر ذلك طقسا وطنيا سبقه آخرون إليه. هو الرجل الذي أوقف الإرهاب استنادا إلى قانون الرحمة ثم المصالحة الوطنية التي أعادت للقتلة شأنهم ورمت في عارضة الطريق المناضلين والوطنيين الذين دافعوا عن الجزائر في الزمن المظلم وقال للناس ليكن، المهم السلام مقابل حرب أهلية أكلت البلاد
وحولت تاريخها إلى رماد. فقد وجه الرئيس البلاد نحو التنمية بغض النظر عن النتائج الضعيفة، وانتهت دورتا الرئاسة مثل ما ينص الدستور على ذلك، وكان محبوبا. وكما يفعل الرؤساء العرب فاقدو البصر والبصيرة، غير الدستور، مدد العهدة 10 أخرى، عهدتين خارج القانون. الأكثر فداحة من هذا كله، فقد خسر الرئيس موعده مع التاريخ. ماذا لو فعل ما فعله مانديلا؟ الخروج من الولاية الأولى كم كان سيظل كبيرا في الوجدان الجزائري، أو على الأقل يتحايل كما فعل بوتين. لكن المصيبة الكبرى تجلت بعد الأزمة الصحية التي خلقتها الجلطة الدماغية فيه، فتغير مسار البلاد كليا. قالت صحيفة الشرق الأوسط في واحدة من صفحاتها المخصصة للحديث عن اليمن إن الشرعية ترفض تصريحات هانت عن إدارة محايدة للحديدة. وقالت الصحيفة إن الحكومة اليمنية رفضت التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت بشأن الوضع في الحديدة، خصوصا فيما يتعلق بمقترح تعيين إدارة محايدة للمدينة والموانئ الثلاثة، مبدية استغرابها من هذا التصريح. كان وزير الخارجية البريطاني قد حاول التسويق خلال جولته في المنطقة لفكرة وجود إدارة محايدة في الحديدة لحل مشكلة رفض الحوثيين الانسحاب أو التخلي عن الإدارة والأمن لمصلحة الحكومة الشرعية. وقالت الخارجية اليمنية في بيان لها إن كافة القوانين اليمنية والقرارات الدولية تؤكد الحق الحصري للحكومة في إدارة بسط نفوذها على كافة تراب الوطن دون انتقاص. وأضاف البيان أن الحديدة ليست إلا أرضا يمنية يجب أن تخضع للدولة اليمنية وقوانينها النافذة، وليس هناك أي قانون وطني أو دولي يعطي الحق لغير الحكومة لانتزاع ذلك. أرسل عبد الرحمن سعيد وهو طالب في المرحلة الإعدادية ويسكن في منطقة المطار نقودا مع أحد زملائه ليشتري له كتب المناهج الدراسية التي تنقصه من منطقة التحرير، لكنه في النهاية لم يظفر إلا بملازم مصورة ومغلفة لتكون بديلة للكتاب المدرسي الذي يوزع في العادة من إدارة المدرسة بداية كل عام دراسي. هذا مفتتح تقرير نشره موقع الجزيرة نت بعنوان طلاب اليمن لا نجد طعاما فكيف لنا بكتب من السوق السوداء. يقول عبد الرحمن: أنا أحد الطلاب الذين لم يستلموا جميع كتبهم المقررة عليهم لأسباب لا نعرفها كطلاب، وعند مطالبتنا للمدرسة بتوفيرها يبلغوننا بأن من لم يحصل عليها يجب أن يدبر أمره لأن الكمية نفذت ولا تتوفر لدى المدرسة. ويضيف: نحن كطلاب وفي ظل الوضع السيء للبلاد لا نجد في أغلب الأوقات ما نأكله، فكيف نشتري الكتب سواء كانت جديدة أم مستخدمة؟ لم تعد تفرق لدينا أو سوى أننا نريد أن نتعلم. ويواجه التلاميذ في صنعاء تحديات كثيرة في كل عام منذ بداية الحرب على اليمن، على رأسها ازدحام المدارس بسبب النزوح وعدم توفر الكتاب المدرسي في بعض المناطق. عن السنة الوحيدة التي يريدها الرئيس الجزائري للبقاء في الحكم، يكتب ماجد عبد الهادي مقاله في العرب الجديد. يريد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة سنة أخرى في منصبه. يريد سنة واحدة فقط من عهدة دستورية مدتها 5 سنوات. وبالعودة قليلاً إلى الوراء يمكن أن نرى مثلاً كيف أصر معمر القذافي على رفضه تقديم أي تنازل لشعبه حتى انتهى مقتولاً بطريقة شنيعة. وعلى غرار القذافي انتهى الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح طريداً ثم قتيلاً لأنه لم يستطع استيعاب واقع خروجه من السلطة بالصفقة الخليجية التي أنهت 3 عقود من حكمه في مقابل منحه الحصانة من الملاحقة القانونية. لكن هذه الأمثلة التراجيدية وسواها في تاريخ المنطقة العربية والعالم الثالث لم تدفع دكتاتوراً إلى مراجعة نفسه أو إلى طلب العلاج من الشهوة القاتلة. وأذكر هنا أن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما كان قد تحدث مرة عن مثل هذه الرغبة في الحكم المديد قائلاً: لا أفهم دوافع بعض الرؤساء للبقاء في السلطة بالقوة بعد جمعهم قدراً كبيراً من الأموال. أعتقد أنني يمكن أن أفوز بالرئاسة في حال ترشحت لولاية ثالثة، وهناك الكثير الذي أود القيام به من أجل مسيرة الولايات المتحدة. لكن المشكلة أن القانون هو القانون،
وليس هناك أحد فوق القانون، حتى الرئيس ذاته. في مكان آخر من هذا العالم يدعى مصر، قد يضحك رئيس آخر اسمه عبد الفتاح السيسي من أشدقيه من كلام أوباما، وهو يفرض تغيير القوانين كي يبقى في الحكم إلى الأبد، وقد يبكي الأبد مر البكاء أمام شهوة تقود أصحابها إلى موت زؤام وتلقي ببلادهم في خراب عميم. توقفت فروع مصلحة الهجرة والجوازات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية بحسب صحيفة العرب الجديد عن إصدار جوازات السفر، ما تسبب بمعاناة أعداد كبيرة من اليمنيين، لا سيما القادمين من مناطق سيطرة جماعة الحوثي. أما عن سبب هذا التوقف فقد عزاه مصدر في فرع مصلحة الهجرة والجوازات بمحافظة تعز إلى تراكم المعاملات جراء نفاذ الأوراق الخاصة بالجوازات. أضاف المصدر الذي اشترط عدم ذكر اسمه أن عملية إصدار الجوازات اقتصرت على الحالات الطارئة للمرضى المحتاجين للسفر والطلب المبتعثين إلى الخارج للدراسة، وتوقفت عن إصدارها لكل الطالبين للجوازات، لافتا إلى أن جميع فروع المصلحة في المحافظات المحررة تعاني نفس المشكلة. يقول موقع عربي بوست بأن الصين ربما ستجبر الشعب على زيادة الإنجاب، فشعبها يتقلص ومدنها تشيخ بشكل سريع، بينما يحاول صانع السياسة الصينيون في مواجهة تناقص عدد السكان وتقدمهم في السن هندسة طفرة في المواليد بعد أكثر من 3 عقود من نظام تخطيط الأسرة الملتوسي المعروف باسم سياسة الطفل الواحد. وكذا فقط خفف مخططو السياسة المركزية القيود المفروضة على أحجام الأسر، ويمكن الآن لجميع المتزوجين أن ينجبوا طفلين، وثم حديث عن إسقاط هذه القيود بالكلية، ويجبر المسؤولون المحليون في خضم حملات الدعاية العنيفة تقديم إعانات وحوافز للآباء، لكن هذه الجهود تبدو قليلة للغاية ومتأخرة للغاية، فمعدلات المواليد قد انخفضت ومن المحتمل أن تستمر في الانخفاض بعد أن أدى تحسين معايير التعليم ومستويات الدخل إلى تأخر الزواج والإنجاب. إي فوتشيان العالم الأبرز بجامعة وسكنين في ماديسون وأحد المنتقدين القدامى لسياسة الطفل الواحد قال: كان ينبغي للصين إيقاف هذه السياسة منذ 28 عاما، أما الآن فقد فات الأوان. ويحذر علماء الديموغرافيا من أن عدد سكان الصين سوف يبدأ في التقلص خلال العقد المقبل، مما قد يحرف ثاني أكبر اقتصاد في العالم عن مساره. قالت عنه وكالة رويترز أنه كان أحد أكثر مصوريها شجاعة. إليكم مجموعة مختارة من أبرز أعمال المصور يانس بيراكس الفائز بجائزة ويلتزر عام 2016 الذي توفي بعد صراع مع مرض السرطان. وكان بيراكس يقول: مهمتي هي التأكيد من أنه لا يوجد شخص يمكنه أن يقول لم أكن أعلم. وطالع الصور من موقع البي بي سي. ماذا تقول لنا الريشة اليوم؟ هذا ما نعرفه من خلال رسوم الكاريكاتير التي تنشرها الصحف. نتابع.
وبهذه الرسوم الكاريكاتورية نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.